السلام عليكم، مرحبا بكم في نوع فيديو. اليوم ان شاء الله نهضروا على الصعوبه على بالي بلي هو الكور اللي بان شويه صعيب، يعني اون فاسيليتي ان شاء الله ونسي نقربوا التصويره بيان ديالو لمخنا باش نعرفوا كامل المكونات تاعو. فوالا، دونك غوسو مودو سيرفولي عندو ان رول تري تري امبورطون في لا ريغولاسيون موتريز اكسيتيرا، في لا كوردينياسيون دي موفمون اكسيتيرا. اون فالي فوار ان شاء الله في لا فان تاع لو كور ان شاء الله نعرفوا وين لي موفمون تاعو لي فونكسيون اكسيتيرا. لو سيرفو سي لو بيتي سيرفو انكونسيون، جينيرالمون يدخل في مرحله اللاوعي اللي هو يتحكم فيهم. بون عنده لي دو سوبستانس كيما هو كيما الاخرين، و ثاني عنده دي لوب اي لابول اكسيتيرا. الحاجه اللي لازم ثاني نعرفوها لا سيتوياسيون ديالو وين جاي ابوبري. دونك فوقو سي دونك لا بارتي الفوقانية سي السارفولي، على بالنا بلي هنا يجو لوسمون تاع لي دو زيميسفير تاع السارفولي، ومن تحت عندنا لا فوس كرانيان بوستيريور. داكوغ، ولا كيما نقولو لها يعيطو لها لا فوس سيريبيلز، كيما على بالنا بلي السارفو قلنا يكون لا بارتي بوستيريور لا فوس اونتيريور موايان و لا تانت تاع السارفولي. دونك صافي يجي فوق هاديك لا فوس بوستيريور. فوالا، حاجة واحدة أخرى تانيك لازم نعرفوها لي كونستيتوي دو 3 بيدونكول. دونك اذا تشوف وين قرينا لي بيدونكول قريناهم في الترونك سيريبرال. داكوغ، عندو دو بون بيدونكول في ميزون سيفال لو السيرفو باردون. تانيك عندو دي بيدونكول، دونك عندو سي هادو هما لي بيدونكول تاعو. دونك لي بونديكول عندو 3 بيدونكول، بيدونكول ماشي بي، دونك 3 بيدونكول سيريبيلو. عندك لو سوبيريور لو موايان اي لانفيريور. داكوغ، دونك عندنا هنا هاد لا بارتي ماشي يبانو هنا فريمون بيان. المهم هادو هما لي بيدونكول. عندنا هادي البيدونكول من جهه غوش، وهذا من جهه دغوا. داكوغ، هادي هي. ودونك هذاك هو اللي يكون مقسم سوبيريور موان اي انفيريور، ماشي يبانو فريمون هنايا. دونك لي بيدونكول هادوما وي واش يديروا، هما اللي يكون عندهم دي كونيكسيون مع لو ترونك سيريبرال. قلت لكم ديجا، اذا تشوفوا قلت لكم باللي الترونك سيريبرال يلصق مع يعني يكون عنده مربوط مع السيرفولي. مي كيفاش؟ ولازم نشوفوا كيفاش. دونك لو بيدونكول سوبيريور يكون لاصقين مع لا بارتي سوبيريور ديال الترونك سيريبرال اللي هي ميزون سيفال. ومن بعد نهبطوا شويه لا موايان مع لو بون، لانفيريور مع لا بول. هذا ما كان اي ثاني كلات شوف قلنا لو بون، لو بون يخدم لي دو كوتي، لي دو كوتي يكون لاصق مع لي زيميسفير. دونك اون فا افونسي اون شوفو شكون هما لي زيميسفير اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك كيما كو تشوفو عندنا نشوف هاد لابارتي سيميو. دونك هاو ليك لو سيرفولي من واش يتكون. عندو هاد لابارتي هادي في الوسط يعيطو لها لو فيرميس. Donc, c'est la partie vermicelle et elle va tlessaq ma bi va relier par les deux hémisphères ta cervelle. Donc hada hémisphère cérébelleux, hada hémisphère cérébelleux wahed akhar. Donc voilà, hadou huma les deux dialo. المهم دوكا نهضروا كل يعني لو فيرميس مع لي ترونك لي هيميسفير باردون في ثلاثه عندهم دي لوب اي دي لوبول. داكوغ، دونك دي لوبول باردون. المهم نبداو على بالنا باللي لي لوب يعني بون سيرفولي مقسم دي لوب، ولي لوب مقسمين دي لوبول، ولي لوبول مقسمين دي لام، ولي لام مقسمين دي لاميل. علاش هادي كنديرو دوك باغ نقولو فوغ كون زعما نديرو اون كوب هكذا، شوفو شحال تلقاو هادوك. بون شوفو شحال تلقاو هادوك الحاجات راهم مكمشين مكمشين فريمون مكمشين. دونك هادو هما شغل ملاق بلاقا حتى لحقنا لي لامي، لي لامي جو بونس اون بو با لي فوا هكذا، دونك لازم لنا ميكروسكوب اكسيتيرا. دونك فوالا، دونك دوكا لازم نعرفو شنو هما لي لوب قبل باش نعرفو لي لوبي. دونك لي لوب عندنا 3 برك، عندنا 3 لوب. فوالا، عندنا لا لوب اونتيريور، دونك باردون، عندنا لا لوب antérieure et maintenant la lobe postérieure. Donc elle est la partie postérieure ou elle est la partie antérieure. Donc on a trois. On a trois. La troisième, on va aller au l'or. Quel est ici
دونك شنو لوبول هكذا فريمون هكذا مش تبان بزاف بيان. هذيك لا لوبول يعطولها فوليكولو نودولار، فوليكولو نودولار. وعلاش يقولوا لها هكذا؟ ان شاء الله دوك برك شويه نديروا لي لوبول ونعرفوا علاش يقولوا لها هكذا. المهم شدوا لي لي لوبول، لي 3 لوبول في راسكم. لوبول دوكا نروحوا لي فيسور. دونك عندنا هذا اسمو كيفاش مقسم، عندنا دي فيسور، عندنا لا فيسور بريمير اللي هي هذه هي. هاد لا فيسور بريمير الوا ديفيزي بين لي دو لي دو لوب، لوب انتيريور لوب بوستيريور. داكور. ومن بعد عندنا لي تفصل لنا ما بين البوستيريور، تفصل لنا بين لا بوستيريور اي نيدو فوليكولو نودولار اللي هي نعيطوا لها لا باردون نعيطوا لها لا فيسور بوستيرو لاتيرال. وكاينين لا فيسور اوريزونتال اللي تجي افقيه. دونك هذه هي هكذا اللي راح تفصل ما بين لا فاس سوبيريور اي لا فاس انفير. دونك فوالا هذه هي pour les fessures. Donc voilà, là on a les lobes, etc. etc. qui m'a coûté fou, je fais les pédoncules, nanani. Donc, nous allons nous faire un peu de choses, nous allons les lobules. Donc, où est le lobe? Les lobes, pardon, c'est le vermis. Parce que lèche le vermis plus exactement. Donc, à deux côtés, lèche le vermis. Parce que le vermis, qui connaît des lobules? هذوك الخطوط تاعو يفون سو برولونجي لاتيرالمون باش يروحوا لي دو زيميسفير، باش هما يقسموا لي زيميسفير قبل. دونك حنا واش لازم نعرفوا لي لوبول تاع لو فيرميس باش نروحوا نعرفوا لي لوبول تاع لي زيميسفير. دونك فوالا جو في ايسي دوكا نروح نديرو ان شيما يكون بلو كلير، باسكو هادوما لي لوبول ماشي يبانو فريمون فريمون بيان. اون في ايسي نبدلو لو شيما. دونك فوالا خليت هاد الشيما باش يبانو شويه هادوك لي الفراغ، بصح نوريكم بلوز اكزاكتومون وين كاين وشنو هما لي لوبول هادوما ولازم تحفظوهم. داكور. دونك اسيو تعاودو ترسموهم، بصح ماشي هكذا بهاد الديتاي، شغل هكا قسموهم برك وكتبوهم مر بحداهم باش تشفاو عليهم بالترتيب. داكور. لازم تشفاو عليهم بالترتيب باش تقدرو تشفاو على لي لوبول ديال لي زيميسفير. داكور. بسم الله على بركة الله. نبداو بأول لوبول اللي هي لانكولا. دونك لانكولا تجي في هاد لابارتي. دونك هاد لابارتي غير هادي هي سي لانكولو. داكور. ومن بعد نروحو نزيدو نافونسيو نروحو لا دوزيام سي لا لوب سونترال. دونك لا لوب سونترال راح تدي كامل هاد لابارتي اللي هي هادي هي سي لا لوب سونترال. ومن بعد تيك تشوفو لي قدامها سي يعني سي مدلكم لي كولا. ومن بعد هادي سي كولمان. دونك هادي سي لا لوب كولمان. هنايا رانا في لا لوب اونتيريور. داكور. ديروا في بالكم اللي رانا في لا لوب اونتيريور. ومن بعد دوكا رانا داخلين في لا لوب بوستيريور. لوب بوستيريور واش فيها؟ عندنا لو ديكليف راح يجي لهنا، لو ديكليف هذايا. ومن بعد كاين اون بتيت هكا واحد العبسه صغيره هكذا برك. دونك هذيك ثاني سي اون لوبول اسمها لو فوليوم، فوليوم لو فوليوم باردون لو فوليوم هذيك. دونك تفاصح نكتبهم لكم ان شاء الله ديف لو فوليوم. ومن بعد كي نهبطوا هذيك لا بارتي، هذه لا بارتي اللي اسمها تيوبير. داكور. تيوبير بون فوالا. مادام دوكا رانا تيوبير نهبطوا شويه لتحت. كيما كتشوفوا كاين في فورم دا بيراميد هكذا. هذيك نعيطوا لها لا لوبي بيراميد. نروحوا شويه في هاد لا بارتي هادي نعيطو لها لوفيولا، هادي نعيطو لها لوفيولا. ومن بعد في لا بارتي الاخرانيه كامل هادي سي لا نودولوس باردون نودولوس. دونك لا نودولوس تبع لا لوب فوليكولو نودولار اللي نشوفو نودولو نودولوس نودولار. داكور. تبعها ليها. دونك فوالا هاهم لي كنعيطو. دونك جو في ايسيي نكتبهم لكم هنا. رقم 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دونك هنايا
شوفوا كل لوبي اللي كتبتوا اسمتها خلاص دوك لازم تشفاو عليهم باش نروحوا نديروا لا ديفيجن اللي حتكون على لي زيميسفير. بون دوكا لازم تركزوا معايا شويه باش تفهموا بيان كيفاش جايين هاد الحالات وكيفاش كذا. دونك ايسيو تعاودوا ترسموا لو ميم شيما وتعاودوا تكتبوا عليهم لي ميم يعني الحفايش اللي حنقول لهم اللي نقول لكم عليهم. المهم الحاجه الاولى لازم تعرفوها سي كو هذه هذا يعني هذا الديسان سي با تاع تاع السيرفو قبيله وريت لكم ما كاش كاينش غير هذا الشيما. هذا هي لو شيما شتو كي تكون حاجه مدوره شغل اسطوانه وكم مدورينها ديروا في بالكم شغل هذاك هو السيرفو لي كي تفتحوه كي نفتحوه راح يبان لنا هكذا. دونك اون ايسيي نفتحو من جهه لانغولا ومن جهه نودولوس نفتحو من الجهه ونشوفو بيان لي بيان لي لوبول لي كاين داكور. دونك نعاود نكتب لكم لي لوبول لي درناهم قبيله. دونك عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 بون نعاودوهم 1 انغولا 2 لوب سنترال 3 لوكمان 4 ديكليف 5 فوليوم et 6 tuber 7 pyramide 8 ovula et 9 c'est le nodulus. D'accord d'accord. المهم دوكا هنايا شتو بالك تلفت لكم بالك لي فيسور اكسيتيرا راح نزيد نعاودو نقولو لي فيسور هادو كيفاش. دوك عندنا هادي سي la fissure primaire, la fissure sagittale et la fissure donc entre elles c'est la fissure postérolatérale. D'accord d'accord. نبداو بالعقل عندنا قلنا كل واحد يكون يعني يمد لنا حاجه اخرى. نبداو بالاول لانغولا. لانغولا كاين واحد العصا ماهيش تبان هنايا جو لي ديسيني هنايا تكون غير في هاد لا بارتي دونك تكون هكذا هكذا. هذيك نعيطوا لها فران دو لانغولا باش تشوفوا عليها سي فاسيل فران بتي هكذا شويه تاع دو لانغولا صاي. نهبطوا لتحت على دوزيام تاع لوب سنترال. لا لوب سنترال اللي هي هذه دونك عطات لنا هذه ولا حنايا هذيك نعيطوا لها لاي دو لوبول سنترال داكور سي فاسيل نورمال. نهبطوا لتخوا اللي هي لوكمان. دونك لوكمان كيما كتشوفوا فيها سي هاد لا بارتي هذيك نعيطوا لها كوادريلاتير اونتيريور. كوادريلاتير اونتيريور كي شغل كوادري قلت لكم كي شغل رباعي البنك شغل هكذا زعما رباعي كوادريلاتير سوب اونتيريور. هذا اللي تحتاني الكاتر اللي هو ديكليف يعطي لنا كوادريلاتير انفيريور كيفاش بوستيريور باردون كيفاش تشاو عليهم عرفوا باللي كلمان راهو دي في لا بارتي في لا لوب اونتيريور دونك هو عنده كوادريلاتير اونتيريور فاسيل. الاخر انا خلاص بدينا نروحوا للجهه اللي من اللور دونك عندنا كوادريلاتير بوستيريور هذا ما كان داكور. دونك نهبطوا لتحت اللي هي لو فوليوم. لو فوليوم راح يعطينا سومي لونير سوبيريور دونك هذا سي سومي لونير سوبيريور تما شغل كيما يسمي لا لون ما عبيش على شيء تبان على شكل سماوة هكذا. اي بون هادي سوبيريور دونك لا بارتي الفوقانيه اوتوماتيكمون شنو حيكون عندي حيكي نهبط شويه في التوبر راح يعطيني سومي لونير انفيريور هذا ما كان. دونك هاد لا بارتي هذا ما كان سومي لونير انفيريور. اوكي دوكا نهبطو شويه لتحت اللي هي لا بيراميد. بيراميد واش معناتها بيراميد؟ بيراميد شغل حاجه ثلاثيه ثلاثي دونك بيراميد حيعطينا كي شغل 3 لوبول تاع لي زيميسفير. دونك لا بروميير لوبول اللي راهيك هنايا هادي نعيطو لها لا غراسي نعيطو لها غراسي داكور غراسي. ومن بعد غير نحطو في هادي كاين زوج كتشوفو مقسمين لزوج هادوك نعيطو لهم لي ديغاستريك. لي ديغاستريك كاين دو ديغاستريك ديغاستريك ميديال ديغاستريك لاتيرال باين لي راهو في لا بارتي كيما كتشوفو الباين تاعو 23 هو ديغاستريك لاتيرال باسكو جاي على برا والاخر شويه الاخراني عندو ميديال هذا ما كان ديغاستريك. المهم كي نحطو لتحت الويتيام عندنا لوفولا. لوفولا لي هي لا تونسيل دونك تعطينا بادون تعطينا تونسيل
tonsil ou l'amygdale. Donc, il y a des choses qui sont dans le digestif, avec les tonsils. Et donc, les tonsils pharyngiens, les tonsils diète le gradum qui m'ont dit qu'il y a des mots. Donc, quel est le mot tonsil, quel est le mot amygdale. D'accord. واحدة تسمية جديدة واحدة تسمية قديمة هذا ما كانوش علاش سموها هكذاك لا طونسيل باغ كونطخ طونسيل كيشغل هكا دويري خارجة دوك نوريها لكم في لا 3D باش تفهموا عليها في لا طونسيل فوالا ومن بعد كنهبطو لتحتا دونك هادوما اللي راهم خارجين هكذا سي لي فلوكولوس على بها نعيطولها لا لوب فلوكولو نودولا دونك فيها لي فلوكولوس ديال لي زيميسفير وفيها نودوليس ديال لوبولار دونك فوالا هذا ما كان فيه والو عاودو رسموهم كامل في ان شيما سي كامل ديروهم وعرفوا كالكو دي تكنيك باش تشفاو عليهم اي هذا ما كان دونك فوالا لي لا طونسيل هاي لي كلا بارتي هادي هي لا طونسيل دونك فوالا كيما كنت تشوفوا اجوردي خارجه شويه على بها اسمها لا طونسيل هذا ما كان دوكا نهضروا على لا كونفيغوراسيون انترن ديال صافو اللي كيما درنا في الترونك سيربرال كيما درنا في صافو باردون دونك عندنا اون سوبستانس غريز اي سوبستانس بلونش دونك لا سوبستانس غريز تاني كنايا عندها دي نوايو لي يكونو في لا سوبستانس بلونش لي داخل دونك هادو هما فوالا نديلكم لي كولور نديلكم اسماء تاعهم دونك جو بونس كو هاد لي شيما سي لو ميور بور لا كونفيغوراسيون انترن فوالا عندنا لي نوايو اللي حنهضرو عليهم دونك عندنا هادو لي نوايو اللي راهم جايين اون روج Donc, en rouge latéral, c'est les noyaux dentés. Ou là, les noyaux dentés. Là, c'est le chèque de la main. On va dire la partie en bleu. Donc, les noyaux camel para. Donc, ils connaissent le côté même, le côté même. On va dire les noyaux interposés. Ou les noyaux interposés, ils connaissent divisés en deux noyaux. Donc, ils connaissent les autres. On a fait les autres. Il y a des choses. Il y a un cerveau qui fait. Donc, maintenant. Donc, on a les noyaux globuleux et les noyaux ombiliformes. Voilà, ombiliformes. Donc, on a deux noyaux. Bon, les globuleux, ils sont dans donc ils sont la partie médiane ou la partie latérale. On va dire qu'ils sont en vert, pardon, je suis en vert, je suis en vert, je suis en vert, je suis en vert. Donc, on a les noyaux fastigieux. Noyaux fastigieux. Donc, voilà. هادو مالي نوايو هما اللي عندهم اللي دخلوا في راسي اللي هما يخلونا نقسموا السيرفو على دي تيريتوار فونكسيونال داكور ام بعد نروحو لا سوبستانس بلونش لا سوبستانس بلونش سنترال متكونه تانيك عندك لي فيبر لي فيبر افيرون اي افيرون اي افيرون ديال السيرفولي عندنا لي سيلول داسوسياسيون لي سيلول نيفروغليك دونك نورمال اي هادوك اللي راهم باين هادوك اون كولور سي لي افيرون لي كونو خارجين Bon, les icônes jaillent. Donc, spinal et la moelle. Bon, spinal et la moelle. Cortical, maintenant le cortex, le corps. Et vestibulaire et visuel. Donc, ils ont le vestibule, c'est le rail, etc. Et visuel, c'est l'aine. Dans la division fonctionnelle du cerveau, c'est comme ça. Archio, paléo et néo cerveau. Donc, on va tout commencer par le archio cérébuleux. Donc le départ, quand on a un départ, on va aller au le centre cervelé où il y a deux et où le cache place, c'est-à-dire le cortex en haut. Alors, le début de la chose, c'est qu'il y a l'oreille externe. Donc l'oreille externe, on a un nerf vestibulaire. Les gens vont dire les nerfs vont donc le nerf vestibulaire. راح يتم دي فيبر راح يروح حتى النوايو فاستيبولار اللي حيكون في الترونك سيريبرال بين اللي نوايو تاع لي نحقان كامل بلاشو سيريبرال الترونك سيريبرال لو ديبار ديالو راح يكون بعداتيك اكستر ا بارتير اون بعد النوايو فاستيبولار راح يروح مع لي راح يروح بارتير ان فيزو دونك لو نير النوايو فاستيبولار سيريبرال بار ان فيزو وين يروح فاستيبولو سيريبرال لي يروح لي فاستيبولار فاستيبولار يكون فاستيبولار لي كونترونك سيريبرال السيرفلي فوالا دونك لي فيسو حفظوهم على حساب لي نوايو لو ديبار حيكون عندنا ان فيسو لي فيسو بعد هذيك فاستيبولو سيريبيلو سيريبيلو راح يروح لي نوايو يعاودو يوليو لو نوايو فاستيبولو تما تصرا حفظو لي فيسو على حساب لي ديبار
ومن بعد كريمون يوفا ستيبيولا دو فيزو لو فيزو الاولاني غيعاودو يولو لي نو يوفا ستيبيولا لا فورماسيون ريتيكولي فيستيبيولا فورماسيون ريتيكولي كاينز او لي كاين لي فورماسيون ريتيكولي باغ ان فيزو لو فيزو ريتيكولو سبينو وكاين لي سبينو لا موال لي حل فوالا من تما يروحو لا موال فيزو ومن بعد لو دوزيام فيزو راح يكون لي يروحو لي نوايو دي نيرف كرانيان لي نوايو دي نيرف كرانيان ماشي من راسهم الفوق شويه تاع 4 روحو لو دوزيام دونك لي نوايو لي يكونوا راحو للعينين اي ومن تما يروحو لو تالاموس فوالا بور لو بروميير تيريتوار فونكسيونيل. Et bien, comme le territoire fonctionne, il y a une fonction moyenne. Bon, pour l'archio, il y a l'équilibre, il y a les réflexes vestibulaires, il y a les mouvements oculaires, madame, les noyaux, les nerfs crâniens, tel la visuelle. Le deuxième territoire, c'est le pilocérébelleux. Donc, le pilocérébelleux, il y a 3 origines différentes. Bon, pour l'origine l'oulani, il y a la moelle. Donc, la moelle, le faisceau spino-cérébelleux. Donc les fissures spino-cérébelleux, on a un azout croisé et direct. Voilà. On va regarder que le deuxième, les noyaux trijumeaux. Les noyaux trijumeaux, c'est le nerf trijumeau, qui est dans la pente, l'un des tombes en rose, par le faisceau sensivo-cérébelleux. Elle est sensivo parce que le nerf trijumeau, c'est sensitif. Le troisième origine, c'est les afférents visuels et somesthésiques. Donc, Hadouma Kamel, le faisceau Hadouma, le cervelet. Cervelet plus exactement, le noyau interposé. Donc, le noyau interposé, عندنا دو فيسو واحد اخرين. عندنا لو فيسو الاولاني سو لو فيسو سيريبيلو روبيك اللي حنا يروح لي نوايو روج اي لو دوزيام راح يروح لي زوليف. دونك لي يروح لي زوليف راح يروح ديريكتومون لو موال مي بصح لي يروح لي نوايو روج راح يتقسم الى زوج. لو برومي فيسو راح يروح ديريكتومون سبينال وواحد لازم يجوز على لي زوليف باش يروح لا موال. دونك جينيرالمون لا تيميزون كاع تكون في لا موال. La fonction du paléocérébellum, la première, c'est le contrôle des muscles, donc contrôle des mouvements des muscles, et la locomotion, donc le haraka. Voilà. Alors, le troisième, c'est le neocérébellum. Le neocérébellum, le début du dialogue, le cortex cérébral. Donc, le cortex cérébral, le cerveau, et les noyaux. Pontiques. Donc, il y a des noyaux pontiques, les connaissent le pont des troncs cérébrales. Les noyaux pontiques, le cervelet. Ou le noyau denté, il y a un faisceau dentato-rubro-thalamique. Donc, dentato, c'est denté, rubro, c'est le noyau, c'est les noyaux rouges. Et thalamique, il joue sur la partie telle les noyaux lenticulaires. Donc les noyaux lenticulaires, deux faisceaux. Donc on a le faisceau central et le faisceau, le noyau rouge, où il roche directement la moelle. La fonction de le territoire, c'est la coordination des muscles. Voilà pour le cervelet. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous faites comme il y a le cas, je vais essayer de vous écrire tous les territoires pour que vous puissiez les